السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان راح نتواجدوا داخل واحد الشقه راها كتباع في مدينه بركان، بالضبط في حي الرياض. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم المعلومات ديال هذه الشقه، هذه نتعرفوا على الثمن ديالها والمساحه ديالها. على بركه الله. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم، ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله. نبداو الفيديو هذا ان شاء الله. الاخوان، الدخله ديال الشقه هي هذه، بسم الله على بركه الله. كاين هذا الكولوار هنا في الدخله. على اليسار غادي نتلاقاو هاد الصاله، هذه الصاله فيها هاد السدادر، هادو السيد راه عاد كيخدمهم، غير هادي واحد 20 يوم اللي خدمهم. غير هادو راه خدمهم شي قال لي مليون مليون باش خدمهم، غير هاد الوحده ديال الخشب ديال هاد الصاله هذه، يعني يخدم شي حاجه على حقها وطريقها. غير هاد ثلاثه ديال السدادر مع هادو مليون، يعني الخشب المليح. كاين عاود هاد الطاولة هادي، الشقة يعني هكذا بها بصوح، تبع هكذا بها بصوح اللي فيها. كاين هاد التريا هادي هنا على اليسار، الدخلة في اللولة غادي تلقاو الصالة. الشقة كاينة في الطابق الرابع. بالنسبة للماء، الماء راه كاين، يعني ربما شي واحد يقول لك طيب ما فيش الماء، الماء راه مليح. اللي من غادي نتلاقاو كاين هاد الكولوار هذا، حتى هو فيه هاد التريه هادي. اللي من نتلاقاو الكوزينه، الكوزينه فيها شوفو جديد، عمرو ما خدم، مازال ما خدمش كاع. كاين الثلاجه عاد عمرو ما خدمت، الثلاجه عمرو ما خدمتها، راه فيها الميكا ديالها الثلاجه. كاين عاود هاد الفران، عاود عمرو ما خدم، كلشي جديد، يعني الحوايج اللي فيها كاملين راهم جداد، عمرو ما خدمو. بالنسبة للمساحة، بالنسبة للمساحة 57 متر محفظة، يعني شقة فيها 57 متر محفظة. غادي نزيدو هنايا على اليسار، غادي نتلاقاو بيت، هيا بيت فيها زوج بيوت وكوزينة والصالة والدوش والطواليت. 57 متر، كي تسمع 57 متر تجيك صغيرة، ولكن بالنسبة للمساحة ديالها في الصالة ديالها كتبان كبيرة كي تدخل لها. وبالنسبة اللي بغا يستفسر شي حاجة راه غادي يتواصل معنا في التليفون، النمرة غادي تكون في الفيديو. ومرحبا اللي بغا يجي يشوفها ولا يشوف بعينه الأول. كاين هاد البيت هادي فيها هاد التريا هادي، كاين هنا الضواية هكذا. بالنسبه للموقع حي الرياض بمدينه بركان، كاين هنا انفاس لهذا البيت، كاين هذا البيت عاود ديال الناس كامله راه مريقله، المسائل كلشي مريقل. الناموسيه، كاين هذا الكوفيز هنايا، الدار مشمشه ومعونه مع الكاتريام، يعني ما كانش شي دار هنا عاليه انفاس لها، العون كيجيب بكل فصاد. ها هو هنا في شارع دوبلفوا، شارع كبير، كاين كيما قلت لكم هنا العون يدخل من هنايا ويدخل من هنايا، الكوزينه يعني معونه، ويدخل من هنايا بهذا الكولوار هذا، هاي التركيبه ديالو. هذا هو اللي كان. بالنسبه للثمن الاخوان، الثمن 36 مليون قابل للتفاوض. المساحه 57 متر، المساحه 57 متر، الثمن 36 مليون قابل للتفاوض. هذا هو اللي كان الاخوان. اللي بغى يستفسر شي حاجه، النمره ديال التليفون كما قلت لكم راها في الفيديو، ومرحبا الواحد يجي يشوفها والله يسخر الجميع. هذا هو اللي كاين. قبل ما تخرجوا اخوتي اخواتاتي، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم. شكرا بزاف للمشاهده، بالسلامه عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.